خوتي شوفوا هذا الفيديو اللي غنشارك معكم. صراحه زعما عرفنا اول مره كنشوفها هكا ومنوره منوره قسما بالله الا منوره. اليكم احلى تحياتي. اول حاجه خوتي قبل ما تنساو البارطاج ولا لي جيم ولا لي كومونتير ديالكم, وما تنساوش اخوتي لي جيم ديالكم يعني اللي لايك كدعم لينا كسند لينا, وانا الحمد لله مستمر معكم وان شاء الله غنشارك بكم المغرب كامل. عطونا شويه ديال الوقت بما نزيدو نطلعوا القناه شويه, واليكم احلى تحياتي اينما كنتم وارتحلتم. وما تنساوش اخوتي الدعم ديالكم راه مهم. وشوفوا كيفاش جمعتنا الان, صراحه جمعتنا ممتازه ورائعه ورائعه, اللهم بارك. ولحظات باستمرار كنشاركها معكم. والله العظيم عجبتني جماعتنا اليوم, عجبتني صراحه, عجبتني اجواء ممتازه ورائعه في جماعتنا, ولحظات من اجمل اللحظات. وانتم كمشاهدين ما تنساوش اخوتي ما تبخلوش علينا, ما تبخلوش علينا باللايك ديالكم ديالكم. وانا دائما الحمد لله مستمر معكم وغنبقى مستمر معكم, واليكم احلى التحايا والتقدير اينما كنتم وارتحلتم. الى كل عربي مسلم, الى كل عربي مسلم كنوجه له ديديكاس من جامعتنا. ولحظات ممتازه ورائعه, واليكم احلى التحايا والتقدير. يلا اخوتي خذ واحد 10 ثواني من وقتك ودير واحد الكومونتير كدعم لينا, وتفرج الفيديو حتى الاخر, وان شاء الله يا ربي انا دائما مستمر معكم. وانا راه غنسافر بكم حول المغرب كامل, راه ما غنخلي بكم تاكم هذه باش تفوتوا. راه ان شاء الله نهار نطلعوا القناه واحد شويه ونلقى لي زابوني يطلعوا شويه, انا غنسافر بكم حول المغرب كامل. ولما لا ولما لا, وغنمشي ان شاء الله للبلايص اللي غتقول لي انتم تختاروا ولا ننفذ. اليكم احلى تحياتي ايها المغاربه الاحرار. شوفوا تبارك الله الاجواء رائعه رائعه ثم رائعه وممتازه, ومن اجمل اللحظات ومن اجمل البلايص كنشاركهم معكم دائما. انا كنت دخلنا بكم هذا الدروب, هذا ما عمرني دخلت بكم فيديو لهنا تقنوا زاد, ولكن اليوم دخلتكم. لهذا كنقول لكم اختي اخوتي انا كنقول لك زعما كتشجع, راه غنسال ما نخلي تقعد. غنشري كاميرا, غنشري كاميرا ممتازه, راه باقا خاصني كاميرا مزيانه وباقي خاصني شحال من حاجه ان شاء الله. شوف شويه بشويه وحنا مستمرين, والاهم حاجه هي الاستمراريه. ما كلشي ان شاء الله غادي يتقاد, كلشي غيتصاوب وحنا ان شاء الله معاكم خوتي. قبل ما نكمل الفيديو ديالنا ما تنساوش اخوتي تدعمونا باللايك ديالكم, التعليق الزوينه ديالكم. وراه صراحه انا كنفرح ملي كنشوف الناس كتتعلق وكتحفزني, والله العظيم ليا الشرف, لان باش تلقى واحد الانسان ما كيعرفكش هو كيدعمك راه صراحه شعور لا يوصف. وشكرا بزاف, وانا كنفرح وحق الله ما تصوروش الفرحه ديالي. وان شاء الله يا ربي كنوعدكم انني غنسافر بكم حول المغرب كامل الى لقيت الدعم. وتحياتي لكم خوتي, كمل الفيديو. خوتي كيف كنذكركم دائما, شوف والله العظيم الا كندير لكم هادشي عن حب زعما ماشي حاجه, والله الا عن حب, انا كنفتخر بكوني مغربي وكنفتخر ببلادي, وانا الحمد لله مفتخر بالوطن ديال الوطنيه ديالي, والحمد لله دائما دائما كنفتخر بكوننا مغاربه. وهذا هو الافضل وهذا هو راس المال وشعارنا الخالد دائما, عاشت المملكه المغربيه الشريفه ولا عاش من خانها ولا غالبه الا الله. خوتي الدعم ديالكم مهم, ما تبقاش خسرتو اذا خليت واحد لايك او كومونتير زوين, وما تنساش اخوتي تابوناو عندنا, محتاجين اننا محتاجينكم تساندونا وتدعمونا. شوف راه بلا بكم راه ما كاين والو, راه يكذب عليك الكذاب اللي قال لك شي واحد غيدير شي حاجه من راسه. الا ما كانش السند ديالكم والمعونه ديالكم راه ما غنوصلوش فيه, وهذا حاجه باينه وواضحه. هانتوما خوتي, اليكم احلى تحياتي ايها المغاربه الاحرار, احييكم اينما كنتم وارتحلتم. وكنت كنقول لكم دائما عاشت المملكه المغربيه الشريفه ولا عاش من خانها ولا غالب الا الله. وان شاء الله اخوتي نشوفكم في فيديو جديد, وراه كيف كنذكركم دائما غادي نسال بكم حول المغرب كامل, ما نخليكم بكم تقنت. ومن هنا غادي نختموا الفيديو ديالنا, ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. وكنقول لكم تهلاو في راسكم, ومن هنا الله ينصركم والله يفرحكم لينوات خاطركم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.